مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم وهذه الفترة الإخبارية الجديدة النيل المباشر، ولدينا في هذه الحلقة ملفان رئيسيين. الملف الأول انتظام العملية التعليمية بجميع المدارس على مستوى الجمهورية مع بداية الفصل الدراسي الثاني وسط إجراءات احترازية مشددة. الملف الثاني في هذه الحلقة يتعلق بالتوتر الحاصل في أوكرانيا، سماع دول انفجارات في شرق أوكرانيا، وبايدن يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي لبحث الأزمة. انتظمت اليوم الدراسة في المدارس الرسمية والخاصة بجميع المراحل مع بداية الفصل الدراسي الثاني. كان حوالي 6 ملايين طالب وطالبة انتظموا أمس بجميع المراحل الدراسية في المدارس الحكومية وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا. انتظام تام للعملية التعليمية في مختلف مدارس الجمهورية مع بداية الفصل الدراسي الثاني وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتطبيق نظام الغياب على الطلاب مع تفعيل المجموعات المدرسية. مظبطين نفسنا من قبل ما تنتهي الامتحانات بتاعة الترم الأولاني، كنا وضعنا خطة الجدول بتاعة الترم الثاني، والحمد لله بنحاول بقدر الإمكان رغم إن في شوية نقص عندي في المدرسين، إلا أن الحمد لله المجموعة اللي موجودة قائمة وبنقدر نغطي العجز ده في ظروف المتاح، وبنحاول بقدر الإمكان أن الطالب اللي يجي يستفيد علميا ويجي يستفيد برضو رياضيا ويجي يستفيد عسكريا، ماشيين على المحاور الثلاثة الحمد لله رب العالمين، فبيتحقق برضو 90 أو 95% من توصيل المعلومات للطلاب. في القاهرة وتحديدا في مدرسة طبري الثانوية العسكرية تم توزيع الأنصبة والمقررات على المعلمين، وتم البدء في شرح المناهج الدراسية وجها لوجه أمام الطلاب. بالنسبة للجداول كل مدرس معاه جدوله من أول امبارح تقريبا، من يومين كل واحد معاه جدوله ومتقسمة، ورئيس القسم معاه الجدول العام بتاع، ورئيس الدور برضو كل دور ليه رئيس دوره برضه معاه الجدول العام عشان يعرف الجداول داخل الحصص، مدرس اتاخر او مدرس ما جاش او مدرس كده. انا طبعا ربطت في الترم الاولاني المعلومات والافكار اللي حصل عليها الطالب في الفصل الدراسي الاول، ربطتها بالمعلومات والافكار الجديده اللي في الفصل الدراسي الثاني. لازم اعمل عمليه الربط دي وافكر الطالب باللي درسه في الفصل الدراسي الاول. صلت الجيم على اعلى مستوى، الصالة بتاعت الجيم على أعلى مستوى، معامل مكيفة، كراسي جلد، كل حاجة موجودة مكيفة، الإضاءة على أعلى مستوى، الحمامات، كل حاجة موجودة في المدرسة هنا على أعلى مستوى. كانت الدراسة قد انتظمت السبت في 12 محافظة، فيما انتظمت في باقي مدارس الجمهورية الأحد، ليصل إجمالي الطلاب نحو 24 مليون طالب بالمدارس والجامعات. إذن والتزام من الطلاب بالحضور منذ اليوم الأول في الفصل الدراسي الثاني، لتؤكد وزارة التربية والتعليم عزمها على حضور الطلاب والمعلمين وجها لوجه في المدارس للانتهاء من المقررات الدراسية في المواعيد المكررة. من مدرسة طبري الثانوية العسكرية بالقاهرة، أشرف مبارك، النيل. مزيد من المتابعة والتفصيل ينضم لنا عبر الهاتف الأستاذ أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة. أستاذ أشرف، يعني في البداية هل لك أن تضيف على ما ذكره التقرير منذ قليل فيما يتعلق باستعدادات وزارة التربية والتعليم لبدء الموسم الفصل الدراسي الثاني؟ والله احنا الفصل الدراسي الثاني إن شاء الله نقول للسنة أولياء الأمور كل سنة طيبين، بنقولهم إن شاء الله إنها تحت شعار فصل دراسي تحت شعار الانضباط أولا، تعليمات السيد الوزير دكتور طارق شوقي، الانضباط داخل المدارس والمتابعات المستمرة و تسكين الكتب للطلاب و اجراءات احترازيه مشدده، فان شاء الله يكون عام دراسي فصل دراسي موفق ان شاء الله بالنسبه للسيد اولياء الامور. هل كان في هناك اجراءات يعني تم اتخاذها قبل دخول الفصل الدراسي الثاني ووصول الطلاب الى المدارس؟ والله احنا من بدايه العطله
اعطت الفصل الدراسي. احنا بدانا في صيانات جميع الديسكات، وعملنا تطهير وعملنا صيانات بسيطه داخل المدارس عشان الطالب ما يعني في الفصل الدراسي الثاني يلاقي مقعد يلاقي حمام كويس، يلاقي انضباط داخل المدرسه. فده كله احنا اتعمل في خلال العطله اللي كانت موجوده. طب يعني كان هناك بعض الاقاويل فيما يتعلق بتاجيل الدراسه او ربما اللجوء مره اخرى الى الاونلاين في الفصل الدراسي الثاني، وكان هناك بالتاكيد رد من وزاره التربيه والتعليم في هذا الامر. لا، ما فيش اي تعليمات، ودراسه منتظمه والتاجيل كمان على الحضور للطلبه، وبناخد اجراءات لعدم الحضور، والحمد لله في خلال محافظه الجيزه تم سد العدد بالنسبه للساده المعلمين بالحصه حسب تعليمات السيد اللواء احمد راشد والسيد الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم. احنا على قدر الوثائق شغالين مع في المدارس، سد عجز موجود، الكتب بتتسلم من اول يوم في الدراسه النهارده، الصيانات البسيطه كلها خلصت، المعامل على اعلى مستوى، عملنا صيانات الاجهزه في الفتره اللي فاتت. فان شاء الله يعني يكون حاجه تليق باولادنا ان شاء الله الفصل الدراسي الثاني. طب استاذ اشرف، يعني الاجراءات المديريات او المديريات التعليميه اتاحت ايضا المدرسين المتطوعين والمعلمين المتطوعين، يعني نحط المشاهد اكثر في تفصيل فيما يتعلق بهذا الامر. والله احنا عملنا حصر بالنسبه للتخصصات اللي فيها عجز على مستوى المديريه كلها، وطرحنا اللي هي سد العجز بالحصه، ولعنا تعليمات الكتاب الدولي 26 الصادر من معالي الوزير الدكتور طارق شوقي. والحمد لله الناس كلها قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني كله اخذ الجواب بتاعه وتوزع من قبل الموجه على المدرسه، على اساس ان الطالب لما يكون يبقى موجود في المدرسه عشان يحقق انضباط لازم اوفر مدرس، عشان يبقى فيه اشراف لازم يبقى فيه مدرس علشان يقدر يبقى موجود في الفصل مع الطلاب. فده اللي احنا عملناه في الفتره اللي فاتت، والحمد لله كل الناس استلمت الخطابات بتاعتها بتاعت سد العجز بالحصه، وبحيث يبقى في انتظام اكثر في الدراسه. هل هناك يعني نضع المشاهد في الصوره، هناك شرح للمقررات التعليميه عبر مواقع التواصل الاجتماعي او عذرا عبر الانترنت؟ هو في طبعا المنصات التعليميه موجوده، منصات مدرستنا 1 و2 و3 وفي الحصص الالكترونيه وفي بنك المعرفه، دي كلها حاجات متوفره اونلاين بالنسبه للطلاب. واحنا قلنا في العصر الرقمي اللي احنا عايشين فيه لازم الطالب ينتقل من الحفظ والتلقين للبحث عن المعلومه، وده توفر في اكبر مكتبه رقميه على مستوى العالم موجوده اللي هو بنك المعرفه المصري. واحنا بنحس الاولاد في الفتره اللي جايه ان شاء الله او قبل كده كمان من بدايه الفصل الدراسي الاول، ان كل طالب يعمل اكونت ويدخل على الفصل على البنك المعرفه، بحيث يبقى فيه بحث عن المعلومه بيبحث بذاته، ويبقى دور المعلم ميسر للعمليات التعليميه. عايزين نخرج من القالب القديم للحفظ والتلقين للبحث عن المعلومه والابتكار والابداع والفكر المستند بالنسبه للطلاب. يعني الامر ده بتبقى مساحه اختياريه للطالب يا فندم؟ مش مساحه اختياريه، هو ده دي كلها بدائل موجوده، بدائل او مصادر للتعلم، دي مصادر موجوده للتعلم متاحه للطالب، الكتاب المدرسي موجود معاه، ومصادر المعرفه المختلفه موجوده معاه، موجوده معاه اونلاين، موجوده معاه في بنك المعرفه، موجوده معاه في القنوات التعليميه الموجوده، موجوده معاه في الحصص الالكترونيه، يعني كنوع موازي للتعليم معانا. يعني مش عايزين كله يبقى متابع كتاب المدرسي، لازم الطالب يوسع المدارك بالنسبه له، لازم يبقى عارف المعلومه من مصدرها، فده بيتوفر اكتر على الانترنت، وبنستغل الانترنت استخدام جيد بالنسبه للطالب يبقى في الاستفاده منه، بدل الموجود على السوشيال ميديا لفتره طويله، لا هو يعمل سيرش عن المعلومه وفي فيديوهات موجوده يقدر يتعلم منها اكتر. طب يعني الى اي مدى كورونا مثلت تحدي ليكم يا فندم؟ والله كورونا طبعا هي على مستوى العالم، بس يعني البدائل اللي انا طرحتها من شويه الالكترونيه الموجوده والتعليم عن بعد والتعليم الالكتروني حد كتير قوي بالنسبه للتعليم المصري. يمكن البلد الوحيده اللي اتممت الفصول الدراسيه فيها بفكر الواعي للدكتور طارق شوقي، البلد الوحيده اللي اتممت عامها الدراسي اللي فات واللي قبله نتيجه وجود البدائل دي موجوده. بعض الدول علقت الدراسه عندها عشان موجود موضوع الكورونا، بس الحمد لله يعني تعادل الازمه والبلد مستقره ان شاء الله، وربنا يحفظ مصر ان شاء الله. الأستاذ أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، شكرا جزيلا الشكر أستاذ أشرف. وأيضا ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ رفعت فياض مدير تحرير جريدة الأخبار أخبار اليوم. أستاذ رفعت، بعد التحية، يعني بالتأكيد هناك رسائل ودلالات على انتظام العمليات الدراسية وبدء الفصل الدراسي الثاني في موعده دون تأجيل. أستاذ محمد،
محمد بعيدا عن بعض الإشاعات أو الشائعات التي كانت قد صدرت بإمكانية تأجيل العام الفصل الدراسي الثاني. تمام. وكان هذا غير صحيح على الإطلاق. بدأت الدراسة أمس السبت في حوالي 12 محافظة على مستوى الجمهورية من المحافظات اللي المدارس بتشتغل فيها بدءا من يوم السبت، واليوم بقية محافظات مصر كلها بلا استثناء استثناء بدأت الدراسة فيها لحضورية وليس فيها تعليم أونلاين أو تعليم عن بعد، وانتظمت الدراسة في جميع محافظات مصر. أيضا بالنسبة للجامعات نفس الشيء، كل جامعات مصر بلا استثناء، وإن كان عدد قليل من الجامعات رأت أنها في بعض الكليات خاصة الكليات النظرية أن يكون التعليم فيها حتى الآن إلكترونيا أو عن بعد نظرا لوجود الجائحة ما زالت مستمرة، بصرف النظر على أن في شكلها الحالي من خلال المتحور إميكرون أقل تأثيرا وأقل ضررا على الإنسان، ويمكن مدة الحضانة بتوصل لحوالي 5 أيام. لكن في جميع الأحوال توجيهات الوزارة سواء التربية والتعليم أو التعليم العالي بضرورة استمرار الإجراءات الاحترازية على مستوى كل المدارس والجامعات، والمدارس هنا أقصد بيها الإدارات التعليمية وأيضا العاملين في المجال الإداري وأيضا أعضاء هيئة التدريس. أما بالنسبة للتلاميذ والطلاب فيكتفى بارتداء الكمامة، والتطعيم ممنوع منعا باتا، ده بدءا من بداية العام وليس من الآن، يعني ممنوع منعا باتا ان يسمح لاي عضو هيئة التدريس في التربية والتعليم او في الجانب الاداري ان يدخل المدرسة الا اذا كان حاصلا على التطعيم، خاصة ان الدولة وفرت مراكز التطعيم سواء التابعة لوزارة الصحة او في اماكن اخرى وبالمجان، وهذا هو نفس التوجه بالنسبة لوزارة التعليم العالي. وإن كانت نسبة المطعمين في التعليم العالي بالنسبة لأعضاء التدريس والطلاب ارتفعت بشكل كبير، لكنها لم تصل إلى النسبة المرجوة، ولهذا كانت تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التربية والتعليم بضرورة التجديد على استكمال حصول الطلاب هنا، لأنه أصبح في مرحلة عمرية لابد أن يكون حاصلا على التطعيم، وكذلك أعضاء هيئة التدريس والإداريين حفاظا على أنفسهم أولا. طيب. وعلى أقرب الناس لهم ثانيا في منازلهم إلى أسرة، ثم حفاظا على الصحة العامة بالنسبة للجميع. طيب، هل نقرأ أن استراتيجية وزارة التربية والتعليم في الفصل الدراسي الثاني هو استمرار العملية الدراسية حتى موعد الامتحانات دون اللجوء إلى التعليم عن بعد؟ لن يحدث اطلاقا يا استاذ محمد انه هنلجا الى التعليم عن بعد مره اخرى، ومش احنا بس، ده اصبح كل دول العالم نظرا للتاثير السيء لاستخدام هذه الوسيله في التعليم. نعم هي احد وسائل العمليه التعليميه، لكن لا يجب ان نعتمد عليها اطلاقا اعتمادا كليا. احنا لجانا اليها في سنه 2020 للضروره ونظرا لشدة الجائحة نحن والعالم أيضا، لكن كانت أثرها السلبية وعدم قدرة الطلاب والتلاميذ على الاستيعاب والمتابعة بشكل جيد كانت واضحة. ولهذا أؤكد لحضرتك أن العملية التعليمية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لن يكون هناك بديلا، مهما كانت الوسائل التكنولوجية في التعليم لن يكون هناك بديلا ناجعا عن المدرس واستاذ الجامعه، لان وزاره التربيه والتعليم استاذ محمد في مسماها وزاره التربيه ثم التعليم. صحيح. فمهمه المدرسه ومهمه المدرس هو التربيه والتنشئه والتثقيف والتوجيه وبناء الشخصيه ثم التعليم. طيب. ولهذا إذا اضطرينا لفترة ما بالضرورة
أن نلجأ للتعليم عن بعد وبعيدا عن وتواصل المدرس والطلاب أو عضو هيئة التدريس في الجامعة، هذا لا يجعلنا نقول أن احنا ممكن نلجأ مرة أخرى بكثافة للتعليم عن بعد، لأن تأثير ذلك على العملية التعليمية من أصعب ما يمكن، خاصة أن البنية الأساسية سواء في التربية والتعليم في مدارس يعني أقصد وفي الجامعات لا تؤهل القيام بتطبيق نظام التعليم عن بعد بشكل جيد حتى يعطي آثاره الجيدة، وإن كان لا يغني ولن يغني في يوم من الأيام عن تأثير المدرس، وإلا لكان العالم المتقدم ودول صحيح. العالم المتقدم كانت قد أغلقت مدارسها وجامعاتها وحولت التعليم إلى تعليم عن بعد تقليل للنفقات، لكن هذا لن يحدث إطلاقا مهما كانت الأسباب. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ رفعت فياض مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، أشكرك جزيل الشكر يا فندم. الملف الثاني في هذه الحلقة، حيث أعلن وزير الدفاع دفاع بيلاروسيا أن بلاده وروسيا قرر تمديد التدريبات العسكرية المشتركة التي كان من المفترض أن تنتهي اليوم في خطوة من شأنها زيادة الضغط على الحكومة الأوكرانية مع استمرار التحذيرات من هجوم روسي محتمل. وأضاف أن القرار اتخذ بعد تزايد النشاط العسكري حول حدود البلدين بعد تزايد الاضطرابات في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا. كان الناتو أعلن أن هناك ما يقرب من 30,000 جندي روسي في بيلاروسيا يمكن استخدامهم كجزء من هجوم وشيك على أوكرانيا بالرغم من إنكار روسيا للأمر برمته. هذا وقد أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يعقد اليوم اجتماعا لمجلس الأمن القومي بشأن أوكرانيا. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إلى أنه تم إطلاع بايدن على المحادثات في مؤتمر ميونخ الأمني بين القادة الغربيين بشأن الأزمة المتعلقة بأوكرانيا، مضيفة أن مستشاريه للأمن القومي أو مستشار الأمن القومي أو مستشاريه قرروا أن روسيا يمكن أن تشن هجوما على أوكرانيا في أي وقت. وتدق واشنطن منذ نحو 3 أشهر ناقوس الخطر حيال ما تعتبر أنها استعدادات لشن هجوم روسي على أوكرانيا. في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الولايات المتحدة وبريطانيا ستعملان على منع حصول الشركات الروسية على الدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني إذا أمر الكرملين بغزو أوكرانيا. كما اتفق بوريس جونسون والمستشار الألماني أولف شولتس على الحاجة لمزيد من الجهود الدبلوماسية لمنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من إصدار أمر بغزو أوكرانيا. لا صوت يعلو فوق صوت الأزمة الأوكرانية في أروقة وفعاليات منتدى ميونخ للأمن في ألمانيا، تحذير روسيا من عواقب غزو أوكرانيا وضرورة معاقبتها إذا أقدمت على ذلك كان أهم ما خرج به اللقاء الذي جمع بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشار الألماني أولاف شولتس. اللقاء أكد أيضا على ضرورة أن يتخذ الحلفاء ردا شاملا يضرب في صميم المصالح الاستراتيجية الروسية حال إقدام موسكو على غزو أوكرانيا ومواصلتها انتهاك سيادتها. وأكد جونسون في كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمن، أكد أن بلاده لن تسمح لموسكو بتهديد الأمن الأوروبي. مهما يحدث في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة لا يمكننا أن نسمح لروسيا بابتزاز الدول الأوروبية، لا يمكننا أن نسمح لخطر العدوان الروسي بتغيير البنية الأمنية لأوروبا. من جهته أكد المستشار الألماني في كلمته أمام المؤتمر أن نشر روسيا أكثر من 100,000 جندي حول أوكرانيا هو أمر غير مبرر، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد دول الغربية للتفاوض لحل الأزمة. Wir Europäer und die transatlantische Gemeinschaft haben Russland davor gewarnt. حذرنا روسيا من أن الاعتداء العسكري على أوكرانيا سيكون خطأ فادحا ونريد ألا يحدث ذلك. لقد أعلنت روسيا ردها على المقترحات الأمريكية، وأقول إننا على استعداد للتفاوض. سنميز بالطبع بوضوح بين المطالب التي لا يمكن قبولها من ناحية والمصالح الأمنية المشروعة من ناحية أخرى.
وأثارت التحذيرات الأمريكية من هجوم روسي وشيك وتصاعد حدة المواجهات في شرق أوكرانيا وإجلاء المدنيين من المناطق الخاضعة لسيطرة الانفصاليين المدعومين من روسيا، أثارت مخاوف من اندلاع نزاع كبير في أوروبا. من جانبه طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإطار زمني واضح لانضمام بلاده إلى حلف الناتو في ظل تزايد المخاوف من غزو محتمل لبلاده من قبل روسيا، كما اقترح عقد اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لا أدري ماذا يريد الرئيس الروسي، لذلك أقترح عقد اجتماع معه. روسيا تقول إن أوكرانيا تريد الانضمام لحلف شمال الأطلسي لاستعادة شبه جزيرة القرم بالقوة، لكن الروس لم يقرأوا بعناية الفقرة الخامسة من ميثاق حلف الناتو التي تنص على أن العمل الجماعي هو من أجل الحماية والدفاع وليس الهجوم. القرم والأقاليم المحتلة ستعود بالتأكيد لأوكرانيا، ولكن فقط عن طريق عمليات سلمية. وقد أفاد شهود عيان بسماع ذوي انفجارات متعددة اليوم في وسط مدينة دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون بشرق أوكرانيا. تزامنا أعلن الجيش الأوكراني تعليق العمليات في واحدة من 7 نقاط تفتيش في منطقة دونباس الشرقية التي يسيطر عليها انفصاليون مدعومون من روسيا بسبب قصف مكثف. لا تزال الأزمة الأوكرانية تفرض نفسها بقوة على الأحداث السياسية عالميا، حيث تصر واشنطن على التأكيد أن القوات الروسية المحتشدة بالقرب من الحدود الأوكرانية تستعد لشن هجوم على كييف. من جانبها دعت بعض الدول الأوروبية إلى ضرورة الحوار، إذ أكدت ألمانيا استعداد الدول الغربية لإجراء مفاوضات مع روسيا حول المسائل الأمنية، في حين رأت دول أخرى مثل بولندا أنه تم استنفاد إمكانيات حل المشكلة من خلال الحوار، مشيرة إلى أن روسيا ستواجه عقوبات مؤلمة إذا واصلت عدوانها. في غضون ذلك سمع ذوي انفجارات في وسط مدينة دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون بشرق أوكرانيا. من جانبه أعلن الجيش الأوكراني تعليق العمليات في واحدة من 7 نقاط تفتيش في منطقة دونباس الشرقية التي يسيطر عليها انفصاليون مدعومون من روسيا بسبب قصف مكثف. وتزايدت بشدة وقائع القصف عبر الخط الفاصل بين قوات الحكومة والانفصاليين خلال الأسبوع الماضي، فيما وصفته الحكومة الأوكرانية بالاستفزاز. وفي حين تنفي روسيا اعتزام غزو أوكرانيا، أعلن الانفصاليون الأوكرانيون الموالون لروسيا عن اكتشاف خطة أوكرانية لاستعادة السيطرة على إقليم دونيتسك. مزيد من المتابعين ضمن عبر الهاتف الدكتور أحمد سيد أحمد خبير الشؤون الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية. دكتور أحمد بعد التحية، يعني نبدأ بآخر التطورات، ما أعلنه البيت الأبيض اليوم ما أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يأخذ اجتماعا لمجلس الأمن القومي بشأن أوكرانيا، هل تبر الحرب بدأت تدق بالفعل؟ أنا في اعتقادي أن أمريكا هي التي تدق طبول الحرب. أمريكا هي التي تدق أجراس الخطر وتصاعد وتهول من الموضوع، وكأنها تدفع موسكو دفعا إلى أن تغزو أوكرانيا وأن تندلع الحرب. حتى الآن يعني الجانب الآخر روسيا تطبق سلوكها، تحاول المزج بين التصعيد وإجراء المناورات وبين الخطاب وتكرار خطوطها الحمراء بعد انضم أوكرانيا للناتو وعدم نشر منظومات صواريخ غربية أمريكية أو الناتو في أوكرانيا. وفي ذات الوقت تقول أنها مع الحوار ومع الدبلوماسية وتهول وتقلل من أو تهون من هذا التهويل الأمريكي فيما يتعلق بها الحرب. أنا في اعتقادي أن هناك أهداف من وراء هذا الاستنفار الأمريكي، وبدو كأن هناك غزوا وشيكا، يعني عندما قال الرئيس بايدن ومسؤوليه في الأسبوع الماضي أن روسيا ستغزو أوكرانيا يوم الثلاثاء، مر الثلاثاء ثم قالوا الأربعاء ثم قالوا قبل في دورة الألعاب الشتوية يعني وهكذا. وبالتالي هنا هذا الاجتماع لمجلس الأمن القومي يبدو وأمريكا تظهر كأن هناك حالة من الاستنفار أو الإبقاء على حالة الاستنفار التي تريدها أمريكا في أوكرانيا لتحقيق أهداف ومآرب أمريكية لا يعتقد أنها تطالب بشكل مباشر بها الحرب، وإنما الاعتبارات الاقتصادية والاستراتيجية.
طب دكتور أحمد، يعني في الجانب المقابل هناك خطوات على الأرض، وزير دفاع بيلاروسيا مدد التدريبات المشتركة بينه وبين روسيا، أيضا كان هناك تدريبات نووية شهدها الرئيس بوتين، يعني ما هي الرسائل من هذه التحركات في الجانب الآخر؟ أنا في اعتقادي أن هذه التحركات تأتي في سياسة الردع وليس الغزو، بمعنى آخر روسيا لو كانت تستغزو لما كانت تحتاج إلى أن كل هذه الخطوات كانت تقوم بعملية ولتحقيق أهداف. أنا في اعتقادي منورات التي جرتها روسيا، منورات عسكرية ثم منورات نووية في الأيام الماضية ثم المناورات في بيلاروسيا ثم نشر القوات في القرم وسحبها، كلها تأتي في سياق سياسة التصعيد والتلويح بالخيار العسكري دون استخدام الخيار بالفعل. استخدام بالفعل الخيار العسكري، روسيا ستستخدم الخيار العسكري في حالة واحدة فقط وهو مسمى الخيار الاضطراري، إذا حدث تجاوز الخطوط الحمراء هنا ربما روسيا قد تدفع إلى ربما تكرار تجربة شبه جزيرة القرم وتدخل في دعم عسكري للمتمردين في أوكرانيا دونباس وربما يعني دعم هؤلاء عسكريين أو الطاقم العسكريين. لكن بدون ذلك روسيا حريصة على لا تقع في الفخ أو الاستدراج في الفخ الأمريكي باستدراجها إلى حرب ستستنزف قدرتها، ستؤدي لعقوبات اقتصادية ودولية شديدة على روسيا منها استبعادها من نظام السويفت المالي أو النظام المالي العالمي. وبالتالي روسيا تدرك جيدا أن القدرة أو التكلفة العالية لهذه الحرب تكون مكلفة بشكل كبير قد لا تتحملها على الأقل في ظل الأوضاع الاقتصادية خاصة في جائحة الجروح. وبالتالي هذه التحركات كلها رسائل عسكرية للجانب الأمريكي، وبالمقابل يستغلها الجانب الأمريكي لإظهار أن هناك خطر روسي وشيك. لكن أنا في اعتقادي حتى الآن كل الأطراف حريصة على إبقاء منطقة التفاعلات في منطقة وسط ما بين السلام المسلح وأمر مستبعد وما بين التصديع وحل هذه الأزمات، لتظل هذه القضية يعني يتم تسخينها من قبل كل الأطراف، كل من يحقق أهدافه من ورائها سواء روسيا من ناحية وأمريكا والناتو من ناحية أخرى. طب يعني في ظل هذه المعطيات، ما هو هل تتوقع ما القرار ربما الذي يمكن أن نقرأه أو نتوقعه من اجتماع مجلس الأمن القومي اليوم؟ أنا في اعتقادي أن القرار سيكون يعني تجميع لكل القرارات أو الخطابات السابقة، أولها رفض أي غزو روسي وشيك لأوكرانيا، ثانيا إذا غزت روسيا هذا الأمر ستقوم أمريكا بفرض أقصى العقوبات الشديد، ثم ثالثا ستقوم أمريكا بدعم حلفائها في أوكرانيا الحكومة الأوكرانية لكن دون التورط في حل عسكري، ثم رابعا تلويح وحجز الجانب الأوروبي بفرض عقوبات اقتصادية إذا ما حدث الغزو من توقف خط السير الشمالي نورد ستريم 2. وبالتالي كل هذه القرارات تصب يعني في إطار قال أن هناك أمريكا تريد أن تقول أنها تظهر موقف قوي ورادع تجاه روسيا وأنها أيضا تلجأ إلى الردع والتهديد بكل الوسائل لكن ما دون الخيار العسكري، لأن أمريكا لن تتورط يعني ما هو موقف أمريكي لم يتغير، لماذا يصعد الرئيس الأمريكي أو البيت الأبيض ويعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي؟ هذا الاجتماع هو في إطار كما قلت أن الوزارة الأمريكية تعطي هذا الملف أولوية أنها يعني تواكب خاصة ما تم تسريبه منذ يعني أمس والأيام الماضية بأن هناك غزوا روسيا وشيكا، حتى بدأنا نجد أن خطابات حتى الجانب الأوروبي وبعض الأطراف الأوروبية تقول أيضا أن هناك يعني روسيا ربما تقدم في أي لحظة على الغزو. لكن هذه الخطوة ما هي إلا إرسال رسائل للجانب الآخر الجانب الروسي، لإرسال رسائل للجانب في الداخل الأمريكي خاصة أن أمريكا مقدمة على انتخابات التجديد النصفي في هذا العام، وبايدن يريد أن يقول أنه يعني ينتهك سياسة القوة والرادع والحسم تجاه الرئيس بوتين وتجاه روسيا خاصة في ظل حتى العلاقة المتوترة بين الإدارة الديمقراطية وبين روسيا، وكان هذا نقطة خلاف حقيقية بين الديمقراطيين وبين إدارة ترامب الذين اتهموه بالتساهل ومع روسيا والتجاوز عن تدخلاتها وتجاوزاتها فيما يتعلق بالتدخل في الانتخابات فيما يتعلق بضم شبه جزيرة القرم فيما يتعلق بالأمن السيبراني والاختراق الإلكتروني. وبالتالي هنا يريد الرئيس بايدن أن يظهر ما يسمى العصا الغليظة تجاه روسيا لاعتبارات داخلية والاعتبارات خارجية والأهداف تتعلق بمصلحة أمريكا في إبقاء هذا الملف مشتعلا أو ساخنا على الأقل لتحقيق أهداف استراتيجية اقتصادية وأهداف استراتيجية تتعلق بتهديم روسيا وتوضع فيها نظام الدول. يعني إذا ما أردنا أن نتحدث عن أهداف اقتصادية أمريكية من استمرار تصعيدها هذا الملف، هل هذا الأمر يأتي أيضا في إطار التهديدات التي أطلقها رئيس الوزراء البريطاني إذا ما أقدم الكريملين على غزو أوكرانيا سوف يمنع الدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني عن الشركات الروسية
إلى أي مدى يمثل هذا الأمر ضغطا على الجانب الروسي؟ هو بالفعل يمثل ضغطا، لأن روسيا بالفعل تعاني من موجات عديدة من العقوبات الأمريكية والأوروبية بسبب شبه جزيرة القرم طارة، بسبب أوكرانيا طرفا أخرى، بسبب تدخل الانتخابات وغيرها من القضايا. وبالتالي يعني روسيا ليس مصلحتها أن تكون في صدام يؤدي لفرض العقوبات، لكن ما أتكلم عنه هو المصلحة الاقتصادية الأمريكية، هو أن أمريكا تريد إحلال واستبدال الغاز الأمريكي وتصدير أوروبا بالغاز الروسي، لأن أمريكا لديها مصلحة في وقف خط السير الشمالي. يعني حتى أيام ترامب عندما هدد ألمانيا صراحة بأن لابد أن توقف هذا الخط وأن تستورد الغاز. الأوروبيين يقولون أن الغاز الأمريكي وغاز صخري وغاز مكلف، وأيضا صعوبة نقله من عبر المحيط الأطلسي، بينما الغاز الروسي تكلفته أقل ونقله أسهل. وبالتالي هنا مصلحة أمريكية في تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الأوروبيين على حساب المصالح بين أوروبا وروسيا. هذا ربما ما يفسر لنا هذا التباين او التراجع في الموقف الامريكي عن الموقف الامريكي خطوتين، لان اوروبا خاصه المانيا ترى ان وقف خط السير الشمالي ووقف الغاز الروسي سيهدد امن الطاقه لاوروبا، وبالتالي يشعل الاسعار ويمثل ازمه كبيره في ظل صعوبه توافير بدائل تحاول واشنطن توفيرها من الشرق الاوسط ومناطق اخرى يعني توريد او يعني توفير الغاز لاوروبا. لكن انا في اعتقاد ان هذا الهدف هو الاساس، وبالتالي هنا امريكا تريد الابقاء على سياسه اقصى الضغوط، تحاول دفع روسيا الى ربما الانخراط في المستنقع الروسي، وهذا ما تفطنه روسيا حقيقه التي تتحرك بحذر حتى الان لتفادي تبرير يعني يكون من شانه فرض عقوبات اقتصاديه وبالتالي وقف مشروع السير الشمالي، لان روسيا ايضا ستخسر بشكل كبير، لان يعني هو يعني يمثل موردا ضخما للروس بالنسبه للغاز لاوروبا. وبالتالي هنا الجانب الاقتصادي هو ما يفسر لنا جزء اساسي من لعبه الشطرنج او لعبه التي نراها الان، والتسخين ومراء التسخين ثم التبرير. هناك ايضا الاهداف الاستراتيجيه، لكن تظل واشنطن هي مصلحه اقتصاديه في ابقاء هذا الملف ساخنا على الاقل في المدى المنظور. طب يعني هل تتوقع ان تتسع رقعه التهديدات ما بين الجانبين ام تبقى على حالها حتى هذه اللحظه؟ السيناريو الاقرب للأزمة الروسية مع الغرب؟ أنا في اعتقادي السيناريو المرجح الذي رأيناه فيه حتى في الأسابيع الماضية هو فكرة المزج بين سياسة العصف والجزرة من جانب كل طرف، بمعنى كل طرف سيصعد من خطابه، من تهديداته، من إيصال رسائل الردع ووضع خطوط الحمراء والتلويح بما يملكه من أوراق سواء عسكرية أو اقتصادية أو سياسية أو غيرها، وفي ذات الوقت فتح الباب لمسار التفاوض الدبلوماسية الحوارات. رأينا يعني زيارات مكوكية للرئيس الفرنسي والمستشار الألماني شولتز لموسكو، وبالتالي فتح يعني مجال للحوار والدبلوماسية، لكن ستظل السيناريو أن تبقى هذه في منطقة الوسط، بمعنى لن نشهد انفراج في الأزمة يعني تسوية شاملة، ولن نشهد صدام مسلح، وإنما سنضطر فكرة التعايش مع السيناريو إبقاء الأمور مشتعلة، كل طرف يحاول أن يستخدم الورقة الأوكرانية لتحقيق أهداف، لأن المعركة الحقيقية ليست هي أوكرانيا، أوكرانيا ما هي إلا ورقة في إطار صراع أكبر، صراع استراتيجي بين روسيا وحلفائها وخاصة الصين من ناحية، وبين أمريكا والنيتو من ناحية أخرى. هو صراع على رسم وإعادة رسم النظام الدولي الجديد، هو صراع على إعادة رسم المعادلات الأمنية خاصة في أوروبا، وبالتالي ستظل الموضوع أعمق من أزمة أوكرانيا، لأنه مرتبط بملفات وأهداف وأولويات وصراع جيوسياسي في هذه المنطقة يعني يتجاوز أوكرانيا والقضية الأوكرانية. طب هل مواقف الدول التي ربما في الظاهر تقف إلى جانب الروسي وبالأخص الصين، هل هناك رؤية صينية واضحة للتعامل مع هذه الأزمة أو خطوات صينية تمت خلال الفترة الماضية للتعامل مع هذه الأزمة؟ يعني نستطيع أن نقول أن المنطق الصيني هو المنطق يعني المثل الشهير عدو عدو وهو صديق، بمعنى أن الصين لديها مصلحة يعني مشتركة مع روسيا على الأقل في وقف وهذه الهيمنة الأمريكية، سواء لأسباب استراتيجية تتعلق بتغيير النظام الدولي وإنهاء الحضارة القطبية الأمريكية ونظام متعدد تكون للصين وروسيا أخطاء كبيرة فيه، أو لأهداف أخرى تتعلق بوقف هذا التمدد الأمريكي شرقا سواء تجاه روسيا أو تجاه الصين. لأن هناك ورقة تايوان، سيناريو تايوان هو مشابه لسيناريو أوكرانيا، وبالتالي كلا البلدين يتضامنان معا في وقف ما يسمونه العدوان أو التحرش أو الاستفزاز الأمريكي لروسيا في أوكرانيا والتمدد شرقا للناتو وللصين في التواجد العسكري الامريكي في منطقه تايوان في منطقه المحيط الهادئ.
بلادي في دعم حكومة تايوان، وبالتالي يعتبرها أن لابد من اتباع سياسة الحسم والردع والاتحاد. لكن رغم هناك مصالح متباينة بين الجانبين، يعني مصالح كثيرة، يعني لا نقول أن هناك تحالف استراتيجي ما بين الصين وروسيا، لكن نقول على الأقل هناك يعني تقارب على هدف مشترك، وهو مواجهة أمريكا وإثارة سائل أن كلا البلدين يستطيعان على الأقل ترويض وتحجيم هذا ما يعتبرونه سياسة أمريكية يعني معتدية أو يعني متجاوزة في اتجاه البلدين، وتهدد أمن القومي البلدين سواء في أوكرانيا أو في تايوان. كالعادة أشكرك جزيل الشكر دكتور أحمد سيد أحمد، خبير الشؤون الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، شرح وافي لملف الأزمة. أشكرك جزيل الشكر دكتور أحمد، والشكر موصول لحضراتكم أنتم أيضا. غدا يتجدد معكم اللقاء وفريق عمل جديد وموضوعات أخرى نفتحها مع حضراتكم. أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.